المادة دي يا ابن عمي كل الناس بتدور عليها، المادة دي اللي من الاخر تقدر تحطها على طوب على حديد على اسفلت، حرفيا تخليها لك تبقى حديد الحديد. وزي ما انت شايف كده جبنا مصفة جميلة جدا وحطينا عليها شوية حاجات لغاية ما ظبطت، وجبنا السيراميك المكسر يا باشا اتفرج حطينا عليها المادة دي حرفيا بقت زي الحديد. واتفرج يا باشا لو عندك اي انتكات عندك اي حاجة حرفيا بتبوظ تقدر تحط عليها المادة دي اللي كل الناس بتدور. زي ما انت شايف كده دي مشانة يا باشا، راح حطيت عليها شوية حاجات وحطيت سمك ومية، المشان ما حصلهاش اي حاجة. عشان كده المادة دي بجد هتلاقيها موجودة في اول كومنت، كمان تقدر تشتريها بدون ما تدفع مصاريف شحن نهائي وباقل الاسعار كمان، وهتستخدمها في حاجات كتيرة جدا في حياتك. هتقدر تحطها على البيبان عشان لو المطرة مطرت عليها او لو اي حد بيمسح الارض الباب ده ما يبص، وتقدر تحطها على العربية بتاعتك عشان يحميها من الصدى ويحميها من حاجات كتيرة جدا. ولو عندك سيراميك بايظ عندك اي حاجة بايظة تقدر تحط المادة دي، اللي بجد المادة دي هتوفر لك حاجات كتيرة جدا في حياتك، وبالأخص الحمامات والعربيات.